السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح بخير، كلشي مزيان. واجد واجد. وانت؟ القديمه غاداش تكون سهله. غادي تكون صعيبه ياك؟ غادي تكون صعيبه بزاف. سير مشاهدينا، مرحبا بكم في الموسم الثالث من جزيره الكنز. جزيره الكنز برنامج المغامره، القوه والتحدي. في كل حلقه يكونوا معنا خمسه ديال المتبارين اللي في سباق ضد الزمن باش يفوزوا بالكنز اللي غيمشي لاحدى الجمعيات الوطنيه. كنظن ما بقى لينا ما نوضحوا. كلشي واجد، كلشي واجد. واجد في لين درا واجد، النموره كاينين، كلشي كاين. الان نستقبلوا ضيوف حلقتنا. جزيرة الكنز كتستضيف اليوم في حلقة متميزة فريق متميز، الفريق اللي كيضم في صفوفه نجوم الكوميديا طاليس، يسار، باسو، بالإضافة للمياء وكوتر. من غير الضحك والمغامرة، أبطالنا كتجمعهم غاية أسمى وهدف واحد، الوصول للكنز وجمع أكبر مبلغ مالي ممكن، المبلغ اللي غتستافد منه جمعية ساعة الفرح اللي كتشتغل على محاربة الإقصاء الاجتماعي والمهني عن طريق برامج في مجالات الصحة، التعليم، التكوين والإدماج. اي يا صار حبيبي، مرحبا طاليس، مرحبا. اهلا 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 اهلا. صافا؟ كلشي بخير؟ رشيد بسو، مرحبا بكم. بسو، طاليس، يسار، لميا، كوثر، مرحبا بكم في جزيرة الكنز. واش تكون جايين ساقلين زعما؟ ما موالفاش ليكم؟ لا 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 ما ساقلينش. حنا نشوف هذه الفرقة هذه معول عليها أن حيت فيها غير هما مترينين مزيان. لا لا شوف، عندك تحقر الفورمة. تبارك الله عليكم. لميا كذلك وكوثر. الناس ديال الطب. أيوة. ولكن واخا تشوفوا ما كاو تحقروا راه داكشي ديال الطيران وتنقازوا راه غنتوكلوا. ايوا دونك توعد شي واحد راه موجودين. شنو الشعار ديالكم؟ الشعار اجي سالوت اجي الحلبه جزيره الكنز. الله 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 الله، تبارك الله عليكم. انتم هنا باش تلعبوا من اجل جمعيه من الجمعيات الوطنيه اللي هي شكون اللي هضرنا عليها؟ لميا. ساعه فرح. ساعه فرح ان شاء الله بغينا نعاونوا هذوك الوليدات اللي كي سون اون ديفيكولتي. شنو كدير الجمعيه ليهم؟ كتقريهم، تتلبسهم، تتاورينتيهم، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله نتمنى توصلوا للهدف ديالكم. مجرد ما غادي نعطي انطلاقه غادي تصبحوا في سباق ضد الزمن. غادي خصكم تجمعوا خمسه ديال السوارت ومن بعد ثلاثه ديال الرموز. خصكم ديروا اقصى مجهدكم باش توصلوا ليه، لانني ما غاديش نسهل عليكم القضيه ونعطيو توب ديبار باش نبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. فيليندرا توب كرونو. سيرفر تبع سيرفر تبع تبع تبع. يلا يلا جري جري جري. ابتداء من الآن المشاركين عندهم 40 دقيقة لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعة الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعية. لازم عليهم يجمعوا خمسة المفاتيح على الأقل لفتح الباب ديال الكنز. مرحبا. صافي شتي هذيك كتجري وزربان. خويا انا ما كنتش لك في واحد الانرجي ديال يا علقوني لوحوني من هنا ما عنديش. ياك يا صاحبي شوف، ما غادي نعلقوك ما غادي نلوحوك. حنا قدام اول تحدي غادي يكون عندكم في هذه الحلقه هذه اللي هو الكراج. الا بقيتوا عاقلين في الموسم الاول عمر لطفي تميز في هذا التحدي وهو الوحيد اللي ربحه. دونك قلنا اليوم عندنا يسار وانا تنعرفك مزيان، قلت هو اللي غادي يقدر يحيد العمر الروكور. غادي نشوفوا واش بصح ولا لا. يسار تفضل. يلا باش تاخذ هذا البيدو ونجيب السيرفر. انت خصك تدخل تجلس في الكوسان، خلي راسك لاصق على قبل السلامه ديالك. مجرد ما تجلس مزيان ورك على الزر غتلقى راسك في الغرفه الاخرى. كيخصك تريكيبيري ليسونس ومن بعد ترجع عاوتاني بنفس الطريقه باش تخويه في واحد البلاصه تعمرها باش يخرج لك الساروت. غتلعب بالنظاظر ولا تحيدهم؟ لا لا خليهم. تحيدهم لا حيدهم. تأكد؟ اه. الله. هاهما. اوكي. خلي شي وصية. ثلاثة، جوج، واحد، يسار في الكراج بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا معكم، يسار في الكراج، طاليس غادي يمشي معايا باش نوجدوا التحدي اللي جاي.
ثلاثة جوج واحد طب. يسار يسار هو يسار هنا نتبعوه دونك يسار فينا مهمة صعيبة فينا بلاصة اللي كان عمر وي يسار وي سير عمر ليسونس سير عمر ليسونس نتي عمر ليسونس حتى عمر حتى نتي عمر ليسونس جلس الكرسي جلس الكرسي اه فوال جلس الكرسي يلا ورك على البوطون ورك ورك على البوطون برافو هاش قليبة دابا سير عمر ليسونس تما يلا يسار بالجهد بالجهد مزيان جابس برافو يسار ورك عاوتاني البوطونة ورك على البوطونة عاوتاني ورك أو تخوا 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 فوالا تما سير يلا سير ورك على البوطون برافو برافو يسار يسار برافو برافو مزيان برافو يسار برافو رد البال يا يسار برافو 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 يسار يسار اسمعني اش كنقول لك يسار كتسمعني تنسمعك تنسمعك عمر البيدو مزيان عمر البيدو عمرو عمرو عمر زيد 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 صافي مزيان مزيان بعد ودير اللعبه بيتك خلاص يتقلب بهالشي بريسلي علي يسار العذاب هذا العذاب اه وما كيعمرش بزاف ولكن في القلبه كيخلي كل شيء راه كيحاول برافو مزيان 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 يسار وترا كيطلع بسو بسو ردوا البال الوقت لان الوقت مابقاش بزاف عمرو مزيان يسار مابقاش بزاف ديال الوقت يسار عمرو مزيان عمرو مزيان بازي بازي يلا يسار يلا يسار يسار خرج 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 يا يسار خرج تيطلع خرج يا يسار خرج خرج معليش معليش شادي حالة هادي دابا شبعت مازوط اخويا يسار داك شحال شي واحد شي قرب يسار واخا كاك شي يسار دابا يسار غادي نخليوك تبدل حوايجك وتلتحق بينا في التحدي اللي جاي ومازال ان شاء الله نعطيوك تحدي تربحو صرفر شكرا صرفر ما عندنا والو ما عندنا والو نمشيو يلا سير تبع بنتو ليا جايين ماشي بحال المجيه ديال قبيله زعما دوماج لا نوركرو حاجه بزاف يا صاحبي اش كاين يا صاحبي راه كلشي غيضحك عليا اليوم ما عارف درجه هادو درجه هادو غير هو خانتو الطريقه شديتها كنشد بحال ما كنقولي الدور حيت شديتها بحال ما غادا تخو كنشد بحال ما كدور معاها ماشي مشكل مازال يلاه بدينا حنا قدام الثلاجه واللي غادي يشارك في التحدي هذا هو كوثر 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 الثلاجه ردي البال خصك تبي واحد لا تكنيك نقولها لك ولكن حلي دماغك وسمعيني مزيان باش نديو السيروت حنا قدام الثلاجه غادي ساهل غادي تدخلي عندك واحد السيركوي اللي خصك تبعي فيه واحد السيروت وتخرجي وتجيبيه ليهم سي تري سام صافي يلا كوثر الثلاجه ثلاثة جوج واحد توب علي كوثر علي كوثر علي كوثر برافو برافو كوثر دخلي دخلي برجليك كوثر اذا كوثر دابا داخله وكتحاول انها طريقه باش تدوز السيروت كوثر ما تستريساش مزيان كوثر مزيان برافو كوثر هادي الطريقه مزيان غير شويه ما تستريساش مزيان باقي بزاف الوقت ما تستريساش سارو جري سارو لا لا تخرج البلاصه ما تقدرش برافو برافو هاديك فازي فازي برافو برافو برافو
مزيان دابا كوثر متبع طريقه مزيانه وهذه هي الطريقه باش باش تقدر تربح. يلا قريبه بزاف بطستريشاي تبارك الله على خويا باسل. علي بغينا نسالوا بالنسبه ان شاء الله. كوثر دخلي في الماء برجليك، دخلي في الماء برجليك يا كوثر، دخلي في الماء برجليك كوثر، دخلي كلك في الماء. برافو. برافو كوثر. على البارد والكز. برافو برافو. عرفتي لا ماشي ساهل التحدي باش تدخل في التلج. انت مولف على كوثر. انت مولف سخونيه. ردوا البال، ردوا البال الوقت، لان الوقت مابقاش بزاف. هو المحاولة سربي 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 يا كوثر. كوثر سربي سربي. برافو كوثر. برافو برافو عليك كوثر. فازت السيرك الاول. تبارك الله عليك. كوثر واش فراسك بان ثانيه وحده كانت كتفرق في هذه المساله ديال انك تبقاي لداخل، يعني شويه خرجتي كان على بنت. شحال دابا عندنا السرفر؟ شحال عندنا ساروت واحد. تبارك الله عليكم. دونك دونك دابا غادي نخليوك باش تبدلي عليك وتحقي لنا في التحدي الاخر والجي بي اس السرفر. اليزي ساروت. الله كيفاش كتحس دابا؟ بالحوكره راسي مزير. اول مره ولكن ماشي مليت زعما الدنيا باطل. الدنيا باطل ما دايره الحياه يا صار. اول مره ما عرفتش واش رديتو البال ولا لا، مما بين المرات القليله اللي تنشوفو فيها طاليس بلا شابو. انا تنحس براسي عريان دابا، كيكون شابو تنحس براسي. لا لا شعرك مدرك. لا ولا ما عرفتش. المهم انا يلا طاليس لا لا ندخل ندعيو معاك. طاليس نحاول نتخلى البلاد. ندعيو معاك بالطريقه ديال الماكسيموم ديال ولاد البلاد. والله والله يماك وما يجيب السالفه. كاين لا كوثر. شوف كوثر كنقول لك غاش حيت الجنس اللطيف وداك الشيء. انت شوف لا عشتك تاكلها الا ما جبتيش السالفه. طاليس كتعرف رتيله؟ تنعرف. اليوم غتولي رتيله. غادي تدخل خاصك تجيب واحد البيض ديال رتيله اللي كاين لداخل وكتدخلو في واحد لاماشين وغادي يطيح لك الساروت. لا ولكن شحال من كره خصني؟ خاصك جوج بيضات. نجيبهم بجوج عاد باش ندفع. هذاك الشيء تيبقى لك. واحد جوج ثلاثة طب. علي تاليس. علي تاليس. تاليس بدا هبط هبط هبط. طاليس وازي يديك ورجلك. طاليس ما عندك غير كرشك. يديك ورجلك طاليس. كرشك لا طاليس الركبه ما تحطهاش. برافو سير سير. مولف مولف سير. برافو عليك. برافو برافو برافو. على الطيح في الكولا جابهم بجوج. تبارك الله. شوف برافو برافو. عندك الطيح في الكولا. طالع طالع. لا تاني حاول تحطها تما ودفع ودفع بهذيك. دفع تما معاك ترجع لي. دفع مزيان. لا لا رجع رجع طاليس. رجع رجع رجع. ضربها تما ضربها تما شيها تما مع الميدا. طاليس دفع البيضة. دفع طاليس. لا دفع البيضة دفع البيضة. طاليس سير خذ البيضة سير خذ البيضة. علاش غير مع البيضة؟ طاليس طاليس سير خذ البيضة. سير 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 سير.
طاليس وي لا لا باقي الوقت باقي الوقت جاو باقي الوقت البيضة طاليس كتسمعني واش باقي الوقت ما تسمعني وسير جيب البيضة الاخرى سير باقي الوقت سير جيب البيضة الاخرى بلا حتى تفك عاد باش البيضة الاخرى يلا خشادي 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 مزيان مزيان دفع دفع رقم جو دفع هذيك اللعيبه دفع دفع هذيك اللي فيها بلاش هاكا طاليس طاليس خرج 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 باقي الوقت باقي الوقت مابقاش مابقاش صافي اجي بحالك لا من حيت قتلتي تقتلتي من حيت قتلتي تقتلتي طاليس 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 وي شويه عليك شويه عليك شويه عليك شويه عليك شويه عليك شويه عليك شالك بديت تلصق طيب عندك وضربت السيدة صاحبي ضربت عليا من ولا اجنا اجنا ويلي ويلي عزيز انت راه ويلي ويلي طاليس 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 ادير تولي بحال دير 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 خطر طاليس اخويا تحدي صعيب ما ساهلش برافو عليك تصفيقات على طاليس شوف انا سلمت عليك لا حمدك لا حمدك اخرج لا 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 دابا غادي ندوزو لتحدي اخر للاسف يلا عندنا ساروت واحد ملي بدينا ولكن ان شاء الله معولين عليكم باش تجيبوا صور اخرين خفوا لنا حنا هادشي ديال التلصه سرفر معلم شحال عندنا دابا واحد يلا فين غنمشي ودرتيها فين غنمشي سمعنا 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 دراري فهمت واحد القضيه شوف يسار خصك تهضر مع طاليس خويا ما عرفش ما لصق لصق مع البي ديال لصق يا قلت لي بس ولا بس عليك بخير يا الحمد كلشي بخير كلشي بخير وعلى خير هذه الامور قول لي انت ولد زاكوره اييه تبارك الله عليك دونك داكشي ديال الحكمه والكلام الموزون عندك معاه غادي نصيفطك مع السرفر غتمشي تشوف مول الحكمه والله تجيب لنا شي ساروت الله شي ساروت يلا تفضل بسو بيزو بيزو يلا سير بس بون كوراج بس مشى يشوف مول الحكمه واش غادي يجيب ساروت ولا لا غادي نمشي باش نوجد لكم التحدي الجاي وعلى هذا الريتم اللي بان ليا غادي نحاول نتهلا فيكم شي شويه يلا تلقى هو جاي عندي سي باسو الناس ديال زاكوره الله يعمر لهم الدار مرحبا الله مرحبا سيدي الله يبارك فيك ايه بنتي ليا عييتي والله شويه شويه وصافي باقي شاد شويه يا لا باقي شويه الله يحفظك الله ينورك ولكن قبل ما ندخل معاك لهذا الشيء بغيتك تدخل معايا شويه في داك الشيء ديال زاكوره ديك الاغنيه اللي معروفه راه سمعتكم كديروها سير سيدي واسكي سهاده واسكي هالعبي اسكي كاوا اسكي اسهاوا اسكي هالعبي اسكي حبالك اسكي هكذا اوك العفو الله واش تنما بالي لك كلمات باقينا اسكي اسكي ما كاينش كلمات راه هي هكا ولكن الكلمات كيتدارو قبل ما يكون النشاط ودابا ندخلوا للصحيح نعم سيدي سير سيدي هذه راه سهله سهله ما كتحتاج لا تخمام لا حتى شي حاجه وانا عارفك انت عندك شويه مع الدماغ يلا سير دغيا غتبين لي دابا الجهد ديالك يلا سير حاجيتك سيدي على الباء الباء والباء حامل ومحمول اييه من الفوق يابس ومن التحت مبلول يلا المعلم واش عرفتي اش غادي لا جاوبتي اش غادي دي عندي هادي الساروت ياك نعاود حاجيتك على الباء والباء حامل ومحمول من الفوق يابس ومن التحت مبلول ومن التحت مبلول مبلول باخي فازك فازك باخيره ولا باطو حامل ولا بابور قال الله يعطيك الصحه بارك الله عليك الله ينورك اييه لا لا داك انت راضي تبارك الله عليك الله ينور وسلم لي على الناس ديال زاكوره كامل الله يبارك فيك شكرا جزيلا الله ينور الله يبارك فيك شكرا وجيب لي التمر المره الجايه ما تجيش بيدك خاويه ضروري التمر المره الجايه تبارك الله عليك ابو الحكمه زين هاد القضيه ديال بسو برافو برافو برافو
انا عرفتو غيجيبها باسو. تبارك الله عليك باسو. واش اللعب هذا؟ يفوز بساروت الثاني ودابا عندنا جوج ديال السوارت ان شاء الله نجيبو الثالث في التحدي اللي جاي. يسار اختي العزيزه لمياء هيا بنا. يلا 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 جري 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 جري. بقيتوا جوج بعدا ما فهمتش كنت خمسه كنقصوا واحد لعب مول الحكمه صافي بقيت كتبدل ياك تبارك الله يعني جاب لنا باسو ولكن باسو جاب سارو الحمد لله برافو عليك دابا شحال عليه دابا عندنا جوج ديال السوايع عبد العالي عبد العالي وكونتار كيلتحقوا بينا برافو عليك خليتونا بوحدنا ما فهمتش انا وانت حنا راه خليتونا بوحدنا صاحبي لصق لنا داخل والله الا مشكله خلاص باسو كيجي سارو حاجي نعلم ساروت الثاني باسو جبتي الساروت برافو عليك تقدم عندي هذه القضيه هذه انت دابا جبتي الساروت تخيل راسك ماركيتي شي بيت فاش كي ماركيو اللعابه البيوت اش واحد الشطيحه كيدير ماركيتي بادي ديسيني ديري سي ونا ماركيتي تبارك الله عليكم يلا راكم بديتوا كتشدوا الريتم دابا دزنا التحدي الموالي حنا قدام الرينغ او تالي غادي نعيطوا على لمياء تفضل لمياء شوف علاش ما خسرتي بنت لمياء غتدخل ياك ولا لا انا الريك كون عطيتك يسار لا لا يسار ما شفتيش يسار خاف عليا خلي لمياء لا لمياء راه عندها مع داك الشيء ديال الدوخ لمياء انا تنثق في المراه المغربيه في هذه المسابقه المطلوب من المشارك ضرب الكره بقوه للمس الهدف واسقاط المفتاح شنو كديري في الحياه نبغيو نتعرفوا عليك انا جراحه ديال التجميل ياك واش غتنجيبوا لكم الاخلاق واش لمياء باش نساليو جزيره الكنز عندكم الخدمه في هذا خدينا غير في هذا وانا يلا لمياء غادي نطلب منك باش تلبسي لمياء ما تخافي ما داشي والو بوش دروه لمياء فكرتي شي واحد عطيتيه شي فلوس وما ردهمش لك فهمتيني صافي بقى حتى المساعده حنا اجي الساروت اجي حلوا الباب الجزيره تفضلي لمياء يلا يلا بون كوراج بون كوراج الرينك لمياء هي اللي غتشارك في التحدي هذا غادي نشوف واش غتجيب الساروت ولا لا ثلاثه جوج واحد طب يلا لمياء لمياء التعليمات اللي نقول لك يلا تبارك الله عليها برافو 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 اختي اختي ربيعه اختي فكرت اسمح لي دراري هذه خصكم تردوا مع البنات والله الدراري يلاه دراري الله يلاه
نسيتي من العوته يا صاحبي. اجي زانوس اجي اجي زانوس اجي الدراري صعصع يلا الدراري تفضلوا غنجي عليا ندخلوا ولا سناو؟ لا قبل ما تدخلوا بغيت نعرف شنو دارت. انا راه تنتحموا راه ماشي واحد. عبد العالي بغيت نعرف شنو دارت لمياء في الرينك. زانوس اجي زانوس اجي حل الكاب إذن كان عندي الحق أنني نثق في المرأة المغربية. برافو عليك لمياء. يلا إذن كما كتلاحظوا دخلها هيشة ملاحظة. شكون يبغي يدخل فيكم دابا؟ حتى والله تنمحي يا دابا. شوف شوف خرج عندي يا صاح. زيد أخويا قول لي خرج عندي يا صاح. ريح 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 شوفوا فيه شوفوا الآخر يا صاح. بلا ما تحل لي الباب بغي يدخل فيه هكاك يا يسار شلقات على يسار يسار تحدي الأبطال لا لا صادر أنا ندادر يا يسار آخر تورناج للمرحوم هو آخر لقطة صافا شتي كيدار ليك ساس عليك التيشيرت بيدرا والله إلا كنتي عزيز علينا يا صاحبي طلقنا 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 الفراجة يلا إذا كيف ما كتشاهدوا التحدي غادي يلعب فيه يسار ضد صعصع غادي نطلب منك باش تاخذ المكان ديالك صعصع يسار غادي توقف هنا في المكان ديالك وكيف ما كتلاحظوا عندنا هاد البودره هادي غادي تبدا تدور بحال المكانه وفين ما توصل عندك كيخصك تنقزها وطيح برجليك بجوج طيح برجليك بجوج تنقز برجليك بجوج ما لاصقيتش شنو هي دابا هادي تنقزها وتوقف تما في بلاصتك هوب فوالا متفقين فوالا ياك يلا تفضل شنو تبغي تقول ليه قبل ما نبداو ونقول ليه راه اللي خاف من القلده تيبقى عليه التقليد هادشي اللي كاين عمي راه عرض منو تنهزو تنضربو مع الارض بارك الله شوف صعصع ما تيهضرش بزاف تيدير تيهضر في التحدي يلا دونك ركزوا مزيان وغادي نعطيو انطلاقه اوكي يسار واجد الاول اللي غادي يطيح هو اللي غادي يخسر غنلعبوا جوله واحده ثلاثه ورا ساكن هنا راه ما غيطيح واحد توب يسار علي يسار ركز ركز يا يسار يسار ما تخافش منه راه هو مترتر فوالا فوالا شويه عادي يسار بكل رشاقه كيقفز برافو عليك راه غيبدا يزرب داك العجب يسار دير لي شي دير لي شي غوته باش تبرص دير لي عندك ما يعرفش ما يعرفش ما يعرفش برافو عليك يلا غوت غوت برصته برصته راه ما حملكش فراسك سيد ما حملكش قول لها يخرج عندنا خايشه يسار دير لي تبرص السرعه كتزاد السرعه كتزاد برافو يسار برافو ما عندي ما يتسال برافو عليك يا صار ولكن انا ما مرتاحش علي يا صار علي يا صار شجعونا شويه ديال علي معلم ثاني الاخرين حنا ناخذوا راه رد البال التوازن ديالك يا صار هاك السرعه كتزاد الان يا صار كيفوز بالتحدي هذا بارك الله عليك كيو اجي تفضل معايا كيو تفضل معايا صح صح خرجونا 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 يا صار اجي ثاني اجي حل إذن فالتحدي هذا يسار هو اللي كيفوز بروح رياضية روح رياضية بارك الله عليكم برافو عليك يلا غادي تاخذ السالوت ديالك ها هو الله يحفظك أجي السالوت أجي يسار يسار يلا غادي نشوف التحدي الآخر الثالث دابا ياك الرابع الرابع أربعة السوالف الحمد لله دابا ما بقى خصنا والو بقى خصنا ساروت واحد ياك باش نحلوا ساحه الكنز شحال عندكم من ساروت حتى لدابا اربعه ديال السوارت اربعه ديال السوارت بقينا واحد انا قلت عبد العالي طاليس ضيع يسار ضيع السرت الاول قلت زعما راكم مازال معطلين ولكن برافو عليكم وصلتوا اربعه ديال السوارت النوع هاد لاطاي هادي تيخصها غير تسخن بقى لكم ساروت واحد وتقدروا تدخلوا لساحه الكنز ان شاء الله جود يلا غادي الان كيف ما كتلاحظوا حنا قدام الكازينو اللي غادي يشارك في هذه اللعبه هذه هو باسو الكازينو القمار وداك الشيء عمرك لا تيلعب الهديه واش كنعمر داك الشيء ديال العوان ولكن ما عنديش باسو تفضل غتحتاج لهذه الناس ديال تنقول لك ما تغديش ليا بصح راه كاعو عليك عليهم وليهم راه ماشي الكازينو ديالها بصح لا لا اكيد حنا غير كنلعبوا اكيد وما كاين حتى شي المهم يلا للحصول على المفتاح كيبدا المتسابق بالجلوس فوق هذا الكرسي المتحرك كتبدا القطع النقديه في التساقط من الاله على المتسابق المرور فوق الجسر
وجمع أكبر عدد من القطع النقدية ووضعها في الخزان حتى يتحرر المفتاح. أنا لا دعوا معنا دراجع بسوء جزيرة الكنز ثلاثة جوج واحد دوب. سير شوف راسك على الكرسي راسك وظهرك يلا بسوء على البطن ورك ورك بسو عاود عاود رجع باقي عندك باقي عندك الوقت بسو واش باقي الوقت واحد دورة واحد دورة اخر دورة بسو اخر دورة واش باقي الوقت اخر دورة دير دير باقي لك هذه الزربة قاش بغا يدور بالزربة بالزربة بسو عافاك حاول تاع مراد الله يحفظك يلا بسو بسو عافاك شد 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 التوازن التوازن بسو واش عمرك واش عمرك دختي شي دوخه بحال هادي واه لا هو تيخلي يمشي في الكيران داك تا دوخ لا دوختي ديال الدوره ما عندكش ديك الدوره ما عندكش ما عندك غير قود طحتي ملي كتهرس غير هز واش راه تفكرت كاع دوك المشاكل اللي درت واه واه خرب واش راسك تا توقفت تكون غادي تترجع بواحد بغا يدور معاك الوالد بالصفيقه وما دارش جيب معاك هاد الجوجه كيتشفاو ها هذا خي ملي تضع هما كيموتوا بالضحك هذوك كيحاربوني هذا كيتنشر في الحرب كيحاربوني في الضوء ولكن ما يساش يلا بسو يسار بسو يسار طاليس البنات غادي نمشيو دابا ان شاء الله للتحدي الاخر معول عليكم قلنا ساروت واحد حنا موجودين سيرفر فين قدام سير على الله يلا 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 ما فهمني اش قلت لي زيد 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 اه لا لا بس مسكين واه تكرفت واه بس تفضل اجي من هنا والله الا كرفستوني بلا ما نعيق ولا جاني ماتور خاصك تشارك معاهم معليش بس معليش بس ما جمعتي والو جمعتي بارك الله ليكم ما وصلتيهاش دابا شحال خصك تعمر باش باش يجي لا دابا انا رديت البال واحد القضيه كطيح ديما على الله يصبر كيطيح على الجلب هو علاش ما عرفتش ليمن عندك مزيان ليمن اه ليمن مزيان طاليس مشى يشوف مول الحكمه غادي يشوفوا واش غادي يجيب لينا الساروت ولا لا وانا غادي نمشي نوجد لكم التحدي اللي جاي نتلاقاو من بعد.
بالنسبه لك يجيب سالو ولا لا؟ يجيب فرنسي. هذا تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. مرحبا. السلام عليكم سيدي طاليس. لاباس عليك؟ كلشي بخير. لاباس عليك. هاد طاليس هادي واش سميتك ولا اللقب ديالك ولا شنو هذا؟ لا هي اللقب ديالي. وعلاش اختاريت طاليس؟ ضد فداك واحد السيد كانت واحد الخاصيه سميتها خاصيه طاليس. وانا ما تفهمش في الماتش الرياضيات دونك قلت ضد فيه نسمي راسي طاليس. يا رب ان شاء الله اليوم ناخذ ساروت. وانت عندك مع هادشي اللي غادي نقول دابا وشويه راه ساهل هادي راه طاليس. لا راه طاليس يلاه سيكشن ما خصكش. عندك اسيدي حاجيتك على الميم هي كتبدا بالميم والميم والحديد عشران يضل مكسي ويصبح عريان. يلا المعلم حاجيتك على الميم والميم والحديد عشران ويضل مكسي ويصبح عريان. وكنقولوا ديما راه الا قلتها غادي تقولها دابا كنقولوا ديما حاجيتك على الميم والميم والحديد الميم والحديد. ايوا واش نقولوا ديما عشران يضل مكسي ويصبح عريان كيديروا الخياط المزود زين المرود زين قريب قريب لا 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 اش يقولوا ديما ما عندي ما ندير لك سهله المغزل اصاحبي واه كنت تعاون معنا وراه قلت لك الميم والحديد حديد ومغزل ما رديتش ليها البال باقي عندي الدوخ مره اخرى ان شاء الله تهلا ليا في راسك الله يطول عمرك الله يعطيك الخير. دوماج دوماج. ايوا عندك الدروج. ايوا راه قلت ليه كل شيء قال لي غير نقول ليه الجواب ولكن مره اخرى ان شاء الله مره اخرى. يلا سيدي خليتكم بخير. طاليس اش درت؟ اسمحوا لي وصافي اسمحوا لي اش اسمحوا لي داك الشيء راه قاصح الدراري ويلي ما جبتي والو. ما للاسف ما قدرش اننا نجيبوا ساروت مع طاليس عند مول الحكمه. دابا غنمشيو للتحدي الاخر. يلا تبعوا لي الدراري. هاني 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 حي حي الدراري اللي معنا. يلا واجي الساروت اجي نحلوها هلا اشنو دار طاليس؟ طاليس ما دار والو ولكن باش جبت الساروت مع مول الحكمه. ماشي مشكل ماشي مشكل ما عرفتش الحكمه اللي عطاه باش ما جابش. انا قلت 100% راه يعرفها. ها هو طاليس التحق بينا دابا وغادي نعرفو. لا ماشي مشكل تفيق على طاليس واخا قال لي تبدا بالميم والحديد عشران وداك الشيء خربقني. هو المغزل ما عرفتوش المغزل وحديته مغزل ما مشات لي بالي انا ماشي مشكل. سمح لي الله يرحمه. يلا مازال عندكم ربعه ديال السوالف مازال عندكم فرص في تداركوا الموقف. حنا كيف ما كتلاحظوا قدام الباب ديال واحد الغواصه اللي غرقات تحت الماء من شحال هادي وفيها واحد الساروت اللي غتحتاجوه. هاد الغواصه هادي غادي يدخلوا ليها جوج ديال المشاركين غادي نختار لمياء وكوثر لانه شفتكم مفاهمين شي شويه وبجوجكم تبارك الله دخلتوا جبتوا السويرتات دونك بغيت نعطيكم تحدي اخر باش نشوف واش صدفه داك الشيء ولا نيت ربحتوا. ولكن يعني ما عندكمش حق تخسروا ها لان لمياء وكوثر تفضلوا كمل بنفسك انا ما صدراتش. يلا غادي يكون مطلوب منكم باش تدخلوا كما قلت لهاد الغواصه عندكم جوج ديال الادوار واحد غادي يدير البيلوت والاخر لو كوبيلوت ديالو وعنده واحد الدومالات كيخصو يتحكم فيهم وهو اللي كيتحكم في المركبه كلها. الاخر كيخصو يرد البال وهو يكيدي لو بيلوت على الطريق وعلى كيفاش تطيحوا واحد الكره في الوسط وهي السر باش غتعطيكم الساروت. تفضلوا ملي غايشعل ملي غايشعل الضوء الاحمر راكم تخرجوا واسك تسدي لي السيتير عندك. يلا يلا بون كوغ. يلا بون كوغ. يلا نمشيو حنا نديرو خيوط. نتمنى ان يجيبوا الساروت لان خصنا ضروري الساروت باش نحلوا ساعه ان شاء الله. يلا الكره مازال ما بين اهل. شوف دابا غندير هذاك صافي تشوي ثلاثه يلا سير جوج واحد توب. يلا يلا تبارك الله عليكم. شوفي اليمين
خليك على صبر دابا بلاتي بلاتي خلي لا زيد شويه على صافا لا ماشي مستحيله ولكن كاينه اون تكنيك راه حركي لا حاولي تحركي بكاع الاتجاهات دابا لا كوثر حركي بكاع الاتجاهات كوثر ولا ميا لا ميا دابا تصبروا انا ما كندير والو دابا والو حركي حركي في الاتجاهات الاخرين بلاتي 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 زيد شويه زيد شويه لتحت لتحت لا فوالا حركي حركي على اليسر اليسر لا لي من هنا 100 هنا باب الدخول تحركات فين كوثر كوثر قولي ليا اغوش لا ميا ملي غتشعل البوله الحمراء خصكم تخرجوا ما تبقاوش لداخل ما تي استرفر قال لنا بان الوقت مقدم خرج خميت تسد عليكم خرج برافو 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 ما يتعش 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 دابا غندوزو لمرحلة أصعب اللي هي مرحلة ديال المغامرات وغنحاولوا في هذه المرحلة أننا نداركو وناخدو أكبر عدد ديال الرموز دابا غنمشيو لساحة الكنز غنشوف يلا نمشيو معانا خرج يلا يلا أجي الساروت أجي حجر البلد وجزيرة الكنز برافو برافو الله عليكم. اذا كيف ما كتلاحظوا حنا امام ساحه الكنز سالينا رحله البحث على السوارت يعني دابا بغيت نعرف شحال عندكم ديال السوارت عندنا اربعه ديال السوارت دونك كيف ما قلت لكم قبيله اربعه ديال السوارت ما كافيينش باش تحلوا ساحه الكنز غادي نطلب من سرفر باش يفرق عليكم السوارت يلا يا صاحبي فازي اخشي يلا فازي كوثر هي مدور ولا لا يا حاج لا خليك ايوا لمياء تفضلي نمر المقنع اذا كما كتلاحظوا عندكم اربعه ديال السوارت وناقصكم ساروت باش تحلوا ساحه الكنز هاد الساروت ما عندكمش انا نقدر نعطيه لكم ولكن غادي نحيد لكم 10 ديال الثواني من الوقت اللي عندكم امام الكنز شحال عندنا ديال الوقت عندكم 3 ديال الدقائق حيدنا منها 10 غتبقى 2 دقائق و50 ثانيه صافي دونك مشات لينا يعني عطيني الساروت تيتسوي الله يحمي الوالدين هذا هو الساروت الخامس باسو تفضل باسو باسو تنستفيلو به قرب ليا شي نمر نصرفكو رد البال باسو هو راه شتو كيدور في واحد الساعه واش ندخلوا هاد النمور في لي ضرار عاد لا ما غاديش والله اذا كما كتلاحظوا رحله البحث على السوارت سالات غادي نبداو رحله واحده اخرى غادي تقلبوا على الرموز اسهل شحال ما جمعتوا ديال الرموز شحال ما غتكون عندكم فرصه اكبر باش تعرفوا على الكلمه السر بسرعه غادي نصيفط يسار يسار هادو كاعيين غادي تمشي مع السرفر في اول تحدي غادي يكون عندك معاه مول الحكمه الا جاوبتي غتقدر تجيب معاك الرمز الاول ركز معايا الحكمه راه تيزرب وانا غادي نجي معايا طاليس وكوثر باش نوجدهم للتحدي اللي جاي يلا معايا يلا بس شوف انت ما يهمكش انت ما تسوقش هادشي
في هذه المرحله المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح. في ثلاثه المغامرات عليهم يجمعوا اكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمه السر اللازمه لفتح صندوق الكنز. مرحبا. اهلا الحكمة. اهلا اهلا اهلا. كي داير استاذ؟ ياك انت سميتك يا صاحبي؟ ايوا واش عطيني ليمن وراه ليمن باش نسلم ياك. هذه ديال الكمال. لا 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 تلك من لا ويلي الله يهديك. هذه راه سهله الا ما قلتيهاش. سهله. حاجتك على اللي كرشو عود وظهرو عود وجنابو جلود وفمو في جهنم مدود. يلا المعلم رموز. حاجتك على اللي كرشو عود وظهرو عود وجنابو جلود وفمو في جهنم مدود. مطرح مالك مدبدب مالك مدبدب مالك مدبدب. يلا قلتيها المطرح رابوز. رابوز وقلت لك في الاول قلت لك وانا خصني ندير لك هاو هاو شو ما عليك. ها برافو. هاك اسيدي ميرسي. يلا تفضل يا فراس. جو تيما. مرحبا. باي باي. الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير انت ني وانسى الخير. الله ينزل عليك الملائكه. عندك تنسى الخير. الله يعاود. الله يحفظك. عود عود جلود الرابوز. مشاهدينا وصلنا للتحدي من التحديات الصعيبه اللي كاينه في جزيره الكنز. غادي يشارك فيه طاليس وكوثر كيف ما كتلاحظوا التوازن بجوج. غادي يكون مطلوب منكم باش تقطعوا هاد البلاصه بجوجكم فوق هاد السلوكه ديال الحديد. توصلوا للكود الاول تحلوه تقولوا لاصحابكم وتوصلوا للكود الثاني تحلوه تقولوا لاصحابكم باش يحلوا وياخذوا الرمز. فهاد الاثناء كيوصل يسار. يسار كيجيب الرمز الاول. يسار كيحصل على الرمز الاول. يسار كيحصل على الرمز الاول. انا متنا حضرنا لك جبتي سالت. يلا هذه القضيه يسار دار اللي عليه وجاب الرمز الاول. دابا عليكم نتوما باش تجيبوا نتوما الرمز الثاني وتسهلوا على الفريق ديالكم باش يوصل بسهوله للكلمه السر. يلا واجدين. بسم الله. واجدين طاليس مزيان. وي. كوثر واجده. طاليس 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 طاليس. وي. شنو تقول لنا اخر حاجه؟ ما نقول والله ما عندي ما نقول. شادني واحد القلعه ولكن ان شاء الله يكون خير. كوثر صافي صافا ان شاء الله. يلا نعطيو انطلاقه. ثلاثه بسم الله. جوج يلا. واحد يلا. طب نمشيو قد في لا ميم ديستونس. نزيد شويه. نزيد حركوا رجليكم قد بجوجكم قد زيد. يلا واحد جوج ثلاثه. سير سير برافو. حركوا بجوجكم قد قد طالع. يلا بلاتي. لا قد قد يلا قد 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 طالع. قد قد بلاتي نبدا نبدا نقولوا ان دو قد 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 طالع. واو مزيان مزيان طاليس مزيان. عاب شويه عليك. عليك كوثر. سير سير طاليس. سير 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 طاليس. عطل شويه انت معطل عليها. يلا كوثر مزيان مزيان. ان دو عطل عليها. فوالا غادي ميزان غادي ميزان. سير سير برافو عليكم. شوف ملي يشوف واحد فيكم واحد يمشي يرجعوا. سير طاليس. سير كوثر فهمتي كترين وطاليس. لا مزيانه طاليس مزيانه. شر كيف شر كيف. لا لا انا كتبدا ما يطلعها في الخفقافه. سيره طاليس. الخفقافه كتكون هنا. عرفتي علاش؟ قربوا عند النمر. قربوا للنمر داك الشيء. سيره طاليس. لا ما تخليناش ماشي. ما تشوفش لتحت ما تشوفش لتحت. شوف السما شوف السما. سيره طاليس. ضحك طاليس. ضحك باش بان مخلوع. لا ما يضحكش. طاليس لا يضحك. طاليس خليك انا نحل هذا. ايش مزيان عطينا الرمز. لا لا سير باسو سير باسو سير باش تركب الرمز تما. سير الرمز مين؟ هو هنا 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 هنا. شوف باسو 31 جوج نقطات دغيا. يلا يلا طاليس سير ما بقاش الوقت بزاف. طاليس سير بيو. مزيان طاليس مزيان مزيان. شحال؟ 31 دو بوان. صافي صافي خليك.
يلا وي 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 سربي شويه سربي غير شويه انت طاليس حطش زيد شويه زيد شويه سير ان شاء الله ما يكون غير الخير خربته عاسر عاسر بارك الله عليكم الفيقات حر عليهم غادي يقربوا دابا ان شاء الله غادي الناس بيت بيت واحد ما بقات لا اندو لا والو دابا هذه القضيه ولات مشكله جوج لا واحد جوج برافو طاليس فاش تقرب لي جر جر عندك واش دراسك باش تبدا دير الكوطه خويا برافو طاليس برافو يلا جر جر طاليس بلاتي عندك بلاتي طاليس قول لينا شحال الوقت الوقت السربي جوج نقطات 72 72 دير 72 72 سبعة سبعة جوج يلا جر 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 مزيان مزيان جر برافو يا سلام يا سلام اذا قدرنا اننا نجيبو دابا صافي دراري نموتوا الله عليكم هذه مزيه اننا قدرنا نجيبوا الرمز الثاني تبارك الله عليهم داروا مجهود كبير وفعلا ما بانوش مخلوعين بزاف غير هذيك اندو زوينه ديال اندو لا لا ما تخافش طاليس برافو برافو دسو طاليس تبارك الله عليكم انا فرحان بكم لانكم بديتوا جوج درهم الا جبنا الرمز الثالث غادي يسهل علينا اننا ندخلوا ساحه الكنز غادي نمشيو دابا باش نشوفوا التحدي الثالث ولا دينا التحدي الثالث غادي يسهل علينا اننا نتعرفوا على كنز السر اللي دخلنا ساحه الكنز نمشيو مشينا يلا تبارك الله عليكم سيرفر سيرفر هاجم السيروت هاجم على سلامتكم حمد راه شنو دار طاليس وكوثر طاليس ربحوا الرمز الثاني برافو عليك برافو ولكن كان شجاع منهم لان ماشي ساهل حتى اكيد ماشي ساهل فوق ومخلوعين اكيد ماشي ساهل ولكن المهم هو انكم ربحتوا الرمز الثاني بالتالي المهمه غدا كتسهل عندكم الا ربحتوا هذا الرمز عندكم فرصه دابا باش تربحوا الرمز الثالث اكيد غادي تلقاو الكلمه السر بسرعه دابا بس كي داير لاباس كيبقيتي شويه من الدوخه ديال الكازينو شويه ياك دابا مزيان باقي شويه مأثر عليك داكشي انا غادي نهبطك دابا باش ترتاح لي انا سيدي وتحيد ديك الدوخه كامله ان شاء الله انت ولد زاكوره كما قلنا زاكوره منطقه اللي صحراويه شويه وفيها الحناش وفيها اه كاين مؤلف انت بهادشي شويه انا كندقاتني قرصاتني عقرب فايت قرصك شي عقرب انا قرصاتني عقرب ودخلت للجيب ديالي بحال جا مراج معايا النعاس الحنش والله العلي العظيم بالله بلاتي هذه قصه واش حقيقيه والله الا حقيقيه بالله قرصاتك قرصاتني عقرب في الصباحات ودخلت للجيب ديال القميجه كملت النعاس وعشتي بخير هي ماتت العقرب وقيل لا بقيت كنقلب عليها في الفراش وداك الشيء ما لقيتها غير برافو برافو عليكم تشكرو فهاد الاثناء بسو الحناش واش عندك معهم ولا لا بصراحه الحناش انا ما عمري كانت عندي شي مصادفه مع الحناش ولكن اذا تلاقيتيهم باش تقول لهم لا لا ما عنديش معهم مشكل صافي واضح صافي بسو غادي يكون مطلوب منك باش تدخل لهذا الوكر ديال الافاعي غادي يكون مطلوب منك باش تقلب مزيان على واحد لي كود وتقولهم لصحابك وهاد لي كود غتقدر تلقاهم حتى في الكروشه ديال الافاعي شوف تحت ديال الفاعي غنقلب في الفاعي كاملين نقلب في الفاعي يلا تفضل الله يسر لك يا سلام بسم الله عاود لهم النكات كل ما محنين شوف غني لي يلا نعطيو انطلاقه ثلاثه جوج تفرجوا عاوتاني واحد تشفاو فيه طب يلا بس شوفوا شو الاكرون غادي نشوفوا بس واش غيطرى ليه اليوم اليوم تشبع ضحك يلا بس يلا راه ما كاينش وقت بزاف بسو وي. بسو حل مجورة حل مجورة فين هما هادو حلو ها حل كل شيء قال لي تيجي تحل فين ما تبالك شي الفعاج جرها وقلب جر الفاعي وقلب جر 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 عندك وقلب ما تنخاف ما تنخاف انا بس قلب قلب مزيان قلب قلب حل شوف حل ولا متي كاع غيتصوفها والديك بسو واي بسو كتسمعني كنسمعك وي وي كنسمعك بسو كتسمعني وي جر الحنش وقلبو ما تخافش منه ما تخافش ولا عضك عضو بسو راه باقي ما قلبتي حتى شي واحد راه كنقلبهم اصاحبي بسو خصك تقلبهم كاملين بسو داكو يلا قلب جر جر داكو يلا قلب مزيان هاكاك جرو جرو خرجو لا هذا ما فيه والو يلا جر الاخر جر الاخر
هذا ما فيه والو. ولكن الجر ما غيبانش لك. خصك تخرجوا اباسو، خصك تخرجوا. واش كاينين في الحلوجه الكبار ولا في الصغار؟ هذاك اللي ما قلبتيه. فين هو هذاك الليموني؟ الليموني هذا. لا قلبته والله، لا قلبته باسو. واش شحال من مجر ما قلبتيه؟ فين هما هادو؟ راه غير جوج اللي كاينين اصاحبي. هذاك باسو راه وراه ولي علي من ديالك. فين هنا؟ علي علي من ديالك هذا. جرو جرو، خرجوا 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 مزيان. ايوا قلب هذا، قلب. ما فيه والو، ما فيه والو، والله ما فيه والو. يا قلب الاخر نحدان هذا كبير هذا. هو واحد الرمزه هو. يلا شحال شحال؟ ها شحال؟ 15 نقطة نقطة. 15 نقطة نقطة. باقي خصنا رمز واحد اباسو. فوق راسك، انت ماشي راجل لا طاقة يا سارة. كتصيفطني غير لهذوك الغلاب. راه فوق راسك، راه واحد البنت اللي راه هذا 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 هذاك ماشي حل. شوف باسو باسو. وي شوف او فون، شوف او فون القدام داخل القدام هكاك. هذوك اللي قدام هذوك. زيد زيد هذاك. قلبوا مزيان، قلبوا مزيان. باسو بوسو باسو بوسو. ها باسو ماشي مخلوع مباشرة. قلب قلب باسو، قلب ليموني. هذاك ليموني. شوف هذاك الليموني اللي حداك. ليمون باسو مابقاش عندنا الوقت بزاف. راه 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 واقيلا، راه 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 اللي حداك اللي حداك. علمني علمني علمني. هذاك هذاك هذاك. راه هو الاول هذاك. لا سير سير سير، قلب على واحده اخرى باسو. ليموني شوف انا غير قلت لا نوطا على شي واحد نقتلو. غادي يتفرقع عندك ياك يتفرقع الكود. بس سو بس سو هذاك اللي مور ظهرك. مور ظهرك، ورا ظهرك، رجع ورا اللي في عنق. هذا ورا ظهرك. هادو قلبتهم اصاحبي، ما فيهم والو. ليموني ورا ظهرك. راه ما يمكنش الكود ما يكونش اصاحبي. اوكي صافي باسو. باسو الوقت سالا، الوقت سالا، فبالتالي ما قدرناش نحصلوا على الرمز لان باسو، ولكن نصفقوا عليه. هذا تحدي صعيب، ضحكنا فيه بزاف. واش بصح؟ ما عندوش مشكل، ما لحناش. هذا المشكل. زيد زيد باسو، زيد زيد باسو. ما عندوش مشكل. زيد 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 زيد. لا لا عرفتي شنو؟ فيا 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 ما معندكش داك الشيء. ما سير فر تي سي. لوي لوي كومي سابيل؟ اي سابيل بيزو. Fais un bisou. Merci. Ça fait un peu de temps. Attends, on va aller, on va aller. Parce que j'ai venu dans le France et le Bosnie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est لهاد المرحله هادي وعندنا جوج ديال الرموز ياك ولا لا؟ غادي نمشيو دابا لساحه الكنز، ولكن ناقصنا رمز واحد. كيفاش غادي نعرفوا كلمه السر ورمز واحد ناقصنا؟ هادشي اللي غنعرفوه حالا مع سرفر ساعة الكنز وتصفيقات على باسو. وصلنا الآن للمرحلة النهائية في جزيرة الكنز. انطلاقا من الرموز المحصل عليها، يجب على المشاركين التعرف على الكلمة السر. فتح الكنز وجمع أكبر عدد من القطع النقدية في وقت محدد. تبارك الله عليكم. ما تنقدوش الامل هنا. برافو عليكم. هذا هو السر. تبارك الله عليكم. كيف ما كان الحال وصلتوا الان امام ساحه الكنز، قطعتوا مطاف ما بيش مزيان، حصلتوا على 4 ديال السوارت، عطيتكم ساروت، وبالتالي ضيعتوا 10 ديال الثواني. عندكم فقط 2 ديال الدقائق و50 ثانيه. بديتوا رحله البحث على الرموز وربحتوا 2 ديال الرموز، هما اللي غادي تعتمدوا عليهم باش تلقاو كلمه السر قدام الكنز. بمجرد ما نعطي انطلاقه صافي، غير خصكم تحلوا الرموز، تلقاو الكلمه وتدخلوا باش تكومبوزيوها لينا وتجمعوا اكبر قدر مالي اللي غتقدروا عليه باش تهديوا الجمعيه اللي لاعبين من اجلها. شنو احنا في الاخر شنو خصهم يديروا؟ هشام جوج ديال الرموز كما قلتي ما كافينش، لان بعض المرات الكلمه ما كطيحش فيها دغيا. انا نفضل ان في هاد جوج الرموز حاولوا تفكروا، لان تبارك الله كنتيق في الذكاء ديالكم، في هادوك جوج الرموز تعرفوا على الكلمه. في حاله ما إذا ما تعرفتوش على الكلمات، حاولوا تضحيو بشي واحد بالزربه، ولكن ضحيو بشي واحد اللي ما كيجريش مزيان. متفقين؟ اوكي يلا يلا. غادي نطلب منكم باش تاخذوا الأماكن ديالكم اللي غادي يحلوا. غادي نعطي التوب ديبار، ولكن قبل غادي نطلب من فيليندرا
دخلي النموره ها انت تهني اه يلا فيني ندير ديري خدمتك يلا والله ما بغيت يدخل شي كاي شي كاي كاي تحلف زيد تحلف دابا على والله الا تيتحلف خويا نقز عليه شنو هذا هذه الحلقه فين غياكلها هذه الحلقه هي اللي غياكلها والله انا خفت عليه انا هو دخل برافو برافو فينا يلا غادي نطلب منكم باش تاخذوا الاماكن ديالكم وتستناو باش نعطيكم توب يلا ثلاثة جوج واحد توب يلا الدراري بالزربه بالزربه حاولي تدوري يسار يسار قلنا لك انت اللي دور سير يسار هلا سريعك يلا سير 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 يلا يسار ثاني ثاني يلا اعطيني الهندس الاول شنو هو جريمه الجريمه هذا كلمه السر الاولى كلمة السر الثانيه شنو هي الحي الحي فيلم الحي والجريمه باش كتوحي مسرح. مسرح. مسرح 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 الجريمه مسرح 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 متاكدين متاكدين يلا سيروا دخلوا ايه يلا حاولوا تكونوا اسرع ما عندكمش وقت بزاف يلا ميم سين راء حاء يلا سير ميم سين راء حاء سير ميم سين راء حاء سير يلا حاولوا تكونوا اسرع لانه فقط عندكم جوج دقائق و50 ثانيه وبدات شنو انت الميم هاي ميم هاي ميم لا 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 الميم سين سين وراء سين وراء صافي يلا غادي نطلب منكم باش تشوفوا في الكنز اذا المسرح هي الكلمه اللي لقيتو غادي نشوفوا واش فعلا هي الكلمه الصحيحه واش غادي تحلوا الكنز ولا لا فيليندرا حل الكنز طاليس زربة زربة حاول ما تطيحش حاول ما تطيحش بزاف حاول ترجع دغيا حاولوا تكونوا سرع مازال عندكم شويه في الوقت شوفوا ترى عاد شويه الدراري تجمع شويه يعني ما يسالك برافو عليك مزيان مزيان يا صار غادي ريتم واحد برافو عليكم يلا سير سربي سربي ما الا سمعتوا دقه الجرس خرجوا من هنا تاعنا نبقى هنا شويه عليك يلا برافو عليكم انا عجبتوني ها والله الا ما عندي ما يتسالكم برافو عليكم جريتوا بزاف ما عندي ما يتسالكم برافو تفضلوا تفضلوا معنا ديش كاملين تبارك الله عليكم تمكنتوا انكم تلقاو كلمه السر اللي هي مسرح لقيتوها بسهوله كيفاش تعرفتوا عليها واش نتوما حيت قريبه لكم هذه الكلمه ولا عبد العالي كاين مسرح الجريمه ومسرح الحياه طاليس طاليس ولد المسرح استاذ المسرح ضروري هذه تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم انا فخور بكم لانكم فريق حمرتوا لي وجهي ودرتوا باركور زوين تعذبتوا كانوا تحديات اللي حطيتوهم ما كانوا ساهلين عليهم ولكن كنتوا في المستوى المطلوب فتبارك الله عليكم وتحيه لكم شكرا دوري كنبغي نهنيكم على المجهود اللي درتو المجهود اللي ما درتوش هكاك انتم جيتوا باش تلعبوا من اجل جمعيه من الجمعيات اللي هي جمعيه ساعه فرح غادي نشوفوا دابا مع السر في التيتسويت غادي نشوفوا شحال جمعتوا كنعتقد انه يكون مبلغ مهم لان جيستير كان مجهود كبير حتى في الجميع الحمد لله بخير الله
اش بان لكم المبلغ كبير ولا صغير ولا مهم؟ انا 5 مليون 4 مليون غادي نشوفوا كاملين المبلغ اللي جمعتوا طيله هذه الحلقه واللي غادي تستافد منه جمعيه ساعات الفرح غادي يبان لنا كاملين الخير. والمبلغ هو 59,880. برافو عليكم. مهم مبلغ مهم. داكشي اللي باقي نكملوا لكم الان. مبلغ مهم بعد واللي دائما حنا في جزيرة الكنز المتبرعين كاع اللي كيجيو كيلعبوا من اجل هدف نبيل ومن اجل الجمعيه ياك هشام. اكيد من اجل الجمعيه وهذا هو الهدف وروح جزيره الكنز. تحديتوا نفوسكم عطيتوا اكثر ما عندكم بينتوا على الاصرار باش تفرحوا الجمعيه. شكرا لكم. اكيد الجمعيه غادي تكون فخوره بكم. شكرا لانكم شاركتوا في جزيره الكنز وكنتوا في مستوى التحديات ديال الموسم الثالث. طبعا هشام قبل ما نساليو الحلقه كاين طبعا اللي بغى يشوف الحلقه ولا يشوف الاعاده ولا يشوف الكواليس اللي كيطراو في البرنامج لان في البرنامج كاين مجموعه من الكواليس اللي الجمهور كيبغي يتعرف عليها فهادشي كامل غيلقاوه في مواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط بالضبط في الموقع الرسمي ديال الفيسبوك جزيرة الكنز. شكرا لكم. ما بقى لينا الا نودعكم. شكرا لكم انتم مشاهدينا. شكرا رشيد. شكرا السيرفر والتيتسويت. تبارك الله عليكم. نتلاقاو بكم في حلقه واحده اخرى ان شاء الله تحديات واحدين اخرين ونجوم واحدين اخرين. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم.